يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول الحلقة التاسعة والثمانون بعد المئتين يا امام شوقي, شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك اعطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغه سالتحف الفراغ وغربه الايام هم تضحك ايامي واشوفنك هم تضحك ايامي واشوفنك لو حزن اسود يظل طول, طول الطريق, الطريق الدرب موحش, موحش يا إمام, يا إمام مو حش يا, يا, يا إمام الدرب موحش يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين, المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأى نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي ان ابكيك ويخذلك ورايا عزيز علي ان يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فاطيل معه العويل هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الخامس والثلاثون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم في الحلقه الماضيه وصلت معكم الى ما جاء مرويا في الجزء الاول من الكهف الشريف انها طبعه دار الاسوه طهران ايران هذا هو باب في الغيبه انه الحديث الحادي عشر بسنده عن المفضل بن عمر قال كنت عند ابي عبد الله عند امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعنده في البيت اناس بينت لكم من ان المراد من البيت الحجره الغرفه فظننت انه انما اراد بذلك غيري المفضل هكذا ظن من ان حديث الامام الصادق في ذلك المجلس لم يكن موجها الى المفضل وانما الى الذين حضروا في مجلس الامام ممن كانوا معه في تلك الحجره في ذلك البيت لكن الحقيقه تبينت بعد ذلك من ان المفضل هو المقصود الأول بهذا الحديث كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق وعنده في البيت أناس هكذا يقول المفضل بن عمر فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري فقال أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الامر. والامام استعمل لام التوكيد قبل الفعل. واستعمل نون التوكيد المثقله. كل ذلك توكيدا للمضامين التي يتحدث عنها صلوات الله وسلامه عليه. اما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر ولا يخملن هذا لا ذكره حتى يقال مات هلك في أي واد سلك وَلَتُكَفَّأُنَّ كما تُكَفَّأُ السفينة في أمواج البحر حينما تكون أمواج البحر عاتية وعالية ومضطربة فإن السفينة ستضطرب أيضا مرة يرتفع مقدمها وينخفض مؤخرها ومرة أخرى يرتفع مؤخرها وينخفض مقدمها حتى يكاد الماء ان يدخل جوف السفينه وتتكفأ تارة يمينا وتارة شمالا حتى تكاد ان تنقلب السفينه على وجهها في البحر هذا هو تكفؤ السفينه وهذا سيجري في واقع الشيعه وجرى ولا زال يجري ولتكفؤن كما تكفا السفينه في امواج البحر والامام ايضا استعمل لام التوكيد ونون التوكيد المثقل ولتكفئن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو. لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة، أيضا الإمام استعمل لام التوكيد ونون التوكيد المثقلة ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة المشتبهة التي يختلط فيها الحق مع الباطل لا يدرى اي من اي قال فبكيت فقال ما يبكيك يا ابا عبد الله انها كنيه المفضل المفضل يقول فبكيت فقال امامنا الصادق مخاطبا المفضل ما يبكيك يا ابا عبد الله فقلت جعلت فداك كيف لا ابكي وانت تقول اثنتا عشره رايه مشتبهه لا يدرى اي من اي لقد اختلط الحق والباطل اختلاطا شديدا في تلك الرايات فما من رايه من تلك الرايات على هدى هذا هو نتاج النجف نتاج المرجعيه انه نتاج الضلال لماذا ستنتج اليمن الرايه الاهدى إنها راية اليماني. لماذا اليمن البعيد عن النجف ينتج لنا الراية الأهدى؟ ولماذا إيران ستنتج لنا الراية المهتدية؟ إنها راية الخراساني. لماذا النجف تنتج لنا رايات عديده مشتبهه لا يتميز فيها الحق من الباطل لان حوزه النجف حوزه مشتبهه هذا هو نتاجها لو كانت حوزه مهتديه لانتجت لنا راية واحدة مهتدية لكنها ستنتج لنا مثل ما أنتجت عبر القرون الماضية فقد أنتجت لنا ضلالا وجهالة وسفاهة وجفاء مع إمام زماننا المشكله كبيره انا لست عدوا للمرجعيه في النجف فانا عراقي وقلبي متعلق بالنجف وانا شيعي وجزء من الواقع الشيعي المتدين لست طارئا على هذا الواقع انا ابن هذا الواقع لكنني اخبركم الحقيقه على الاقل من وجهه نظري هذه الحقيقه التي اخبركم بها تستند الى معرفه بتأريخ التشيع بشكل مفصل. ومعرفة بتأريخ النجفي وتأريخ حوزة الطوسي، وتأريخ مراجع النجف منذ أن بدأت المرجعية وإلى يومنا هذا. أنا أحدثكم وأنا على خبرة تامة بما تشتمل عليه المكتبه الشيعيه اتحدث عن مكتبه حوزه النجف عن مكتبه مراجع حوزه الطوسي هذه الحوزه حوزه لا علاقه لها بامام زماننا لا من قريب ولا من بعيد لا في عقيدتها ولا في تفسيرها للقرآن ولا في فتاواها ولا في قراءتها للتأريخ ولا حتى في تشخيص المواقف السياسيه هذه الحوزه من رأسها الى ذيلها ما فيها من شيء يأتي منسجما مع منهج العتره الطاهره الذين يسمعون كلامي لاول مره يستغربون من هذا وسيقولون ما يقولون عني لكن الحقيقه هي هذه صدقوني انا لا انتفع من هذا الكلام شيئا بل على العكس هذا الكلام هو الذي جعلني محاصرا بكل انواع المحاصرات ومن جميع الاتجاهات هذا الكلام جعلني سابقا ولا زلت كذلك ادفع الضرائب تلو الضرائب بكل اشكالها انني ادفع الضرائب الماديه وأدفع الضرائب المعنوية. أنا لا أريد أن أحدثكم عن واقعي الشخصي، لكنني حين أقول لكم هذا هذه هي الحقيقة ولا أطلب منكم أن تصدقوني. إنما أقول لكم احترموا عقولكم وتفحصوا الأمر بأنفسكم. غاية الأمر عودوا إلى برامج كي تطلعوا على الوثائق والحقائق والأدلة والشواهد التي تثبت أن حوزة النجف وكربلاء لا علاقة لها بصاحب الزمان مطلقا 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 ومن جميع الاتجاهات وما يقولونه لكم عن علاقة فيما بين المراجع وصاحب الزمان هو كذب وافتراء محض ستتضح الصورة شيئا فشيئا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة ايضا المفضل يقول: فبكيت فقال له الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما يبكيك يا ابا عبد الله المفضل له كنيتان يكنى بابي محمد ويكنى بابي عبد الله فهذه احدى كنيتيه الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول له ما يبكيك يا ابا عبد الله فقلت المفضل يقول جعلت فداك كيف لا ابكي وانت تقول اثنتا عشره رايه مشتبهه لا يدرى اي من اي المفضل عراقي المفضل كوفي المفضل ينقل الحديث هذا من المدينة فالإمام الصادق في المدينة صلوات الله عليه وقد ذهب المفضل لزيارته سيعود المفضل إلى الكوفة سيعود المفضل إلى العراق لأن مستقره في الكوفة والمفضل عرف ان الحديث موجه اليه ولذا بكى الامام يخبره عن الشيعه الرايات الناصبيه لا يقال لها مشتبهه الرايات الناصبيه رايات ضلال رايات باطل الرايات المشتبهه هي هذه الرايات التي تنتجها حوزه النجف المفضل يقول وفي مجلسه في مجلس الامام الصادق قوه تدخل فيها الشمس القوه نافذه فسحه هناك نافذه هناك فسحه من خلال هذه النافذه يدخل ضوء الشمس وفي مجلسه قوه تدخل فيها الشمس فقال ابينه هذه الامام يشير الى الشمس ابينه هذه فقلت نعم قال امرنا ابين من هذه الشمس الامام هكذا يوجهنا من ان امرهم لن يكون مشتبها، لن يختلط فيه الحق والباطل، هذا يعني ان حوزه النجف ما هي على منهاج الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لان الرايات هذه من اين جاءت هل هي من رايات نواصب سقيفه بني ساعده فتلك رايات بينه عند الشيعه هل تعتبر مثلا رايه القاعده رايه مشتبهه عند الشيعه هل تعتبر رايه داعش مثلا رايه مشتبهه عند الشيعة ما هذه رايه واضحه وهكذا سائر الرايات الناصبيه هل هذه الرايات رايات خرجت من الواقع الشيعي لكنها تمثل اتجاها شيوعيا ماركسيا في بعضها تمثل اتجاها بعثيا قوميا في بعضها تمثل اتجاها لا دينيا في بعضها وهكذا هل هذه رايات مشتبهه عند الشيعه اتحدث عن الحكم الديني اتحدث عن الرؤية الدينية بخصوص هذه الرايات هل نقول في اجوائنا الدينية عن راية لحزب شيوعي من انها راية مشتبهة ما هي واضحة لدينا وهكذا في بقية العناوين الاخرى هل هذه رايات مثلا عشائرية الرايات العشائرية لا توصف بهذا الوصف من انها رايات مشتبهة لأن الرايات العشائرية لا علاقة لها بالأفكار وبالعقائد هذه رايات لها أعرافها وشؤونها وثقافتها الخاصة بها ليس لها من تصنيف بهذا النحو من التصنيف هل هذه رايات مثلا لمجموعات مفترية على محمد وآل محمد بشكل واضح حتى تكون موصوفة بهذا الوصف على سبيل المثال مثلا راية اليماني الذي يوصف بهذا الوصف انني اتحدث عن الدجال احمد اسماعيل الذي يدعي زورا من انه هو اليماني رايه مفتريه كذابه بهذا الوضوح لا نحتاج ان نصفها بانها رايه مشتبهه امامهم هذا احمد اسماعيل لا يحسن قراءه القران يقرا القران بطريقه سوقيه ولا يحسن الضبط الاعرابي للايات التي يقراها وهذا موجود ومسجل بصوته حكاية جهله وضلاله واضحة هناك من صدق به هذا أمر حدثنا عنه الأئمة من أنه ما من صاحب بدعة إلا ويجد له من يتبعونه وسوق البدع في العراق سوق رائجه اليماني هذا ومجموعات اخرى بنفس هذا المستوى من الافتراء على امام زماننا من الافتراء على محمد وآل محمد كالمجموعة الخطابية الضالة اللعينة هذه لا توصف بأنها مجموعة مشتبهة راية مشتبهة هذه المجموعات لا توصف بهذا الوصف لأن باطلها واضح صدق بها بعض الحمير ذلك أمر موجود على طول التأريخ ما من صاحب بدعة إلا وسيجد له من يتبعونه قلوا أم كثروا هذه قاعدة هذا قانون هذه سنة اجتماعية دينية حدثنا عنها أئمتنا ما من صاحب بدعة إلا وسيجد له أناسا يتبعونه الرايات المشتبهه هي الرايات التي تاتي منسجمه مع السياق الشيعي العام فعامه الشيعه يكون الامر مختلط ومختلط عليها هذه الرايات المشتبهه اقرا عليكم من الكاف الشريف انه الجزء الثامن من الكافي طبعه دار التعارف بيروت، لبنان، إنها الصفحة الخامسة والخمسون. إنه الحديث الحادي والعشرون. بسنده بسند الكليني عن سليم بن قيس الهلالي. إنه سليم صاحب كتاب السقيفة الذي يصفه ائمتنا بأبجد الشيعة ينقل لنا خطبة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء فيها أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه العبائر هذه العبائر خطيرة وخطيرة جدا إنها تتحدث عن الواقع الشيعي خلال الغيبة الكبرى وأسوأ ما في هذه الفترة حينما أسس الطوسي المشؤوم الذي يقال عنه شيخ الطائفه رئيس الطائفه حينما اسس حوزته المشؤومه في النجف سنه 448 للهجره من هنا بدا شؤمنا ومن هنا بدا ضلالنا ومن هنا بدات مصيبتنا ومن هنا تاهت الشيعة وتضاعف تيهها أضعاف تيه بني إسرائيل أمير المؤمنين يقول وإنما وإنما بدء وقوع الفتن من اهواء تتبع وانما بدء وقوع الفتن من اهواء تتبع واحكام تبتدع فهناك اهواء تتبع وهناك احكام تبتدع وهذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي وانما بدء وقوع الفتن من اهواء تتبع واحكام تبتدع يخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجال رجالا ألا إن الحق لو خلص لم يكن اختلاف ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة الحجة العقل لكنه يؤخذ من هذا ضغث قسم لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجللان معا يجللان معا اي ان احدهما يجلل الاخر يغطي الاخر الحق يغطي الباطل والباطل يغطي الحق فحتى هذا الذي يتراءى حقا باطنه باطل واذا نظر ناظر الى جهه اخرى وراى الحق في باطن الامر فان ظاهره باطل كلام خطير ودقيق اعيد قراءه الكلام عليكم وإنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدع الأهواء التي اتبعت أن أكثر مراجع الشيعة في بداية الغيبة الكبرى ذهبوا وراء أهوائهم واتجهوا الى العيون الكدره القذره وغطسوا هناك ولا زالوا غاطسين الى هذه اللحظه في قذاراتهم ونجاساتهم وانما بدء وقوع الفتن من اهواء تتبع وأحكام تبتدع. هذه الرسائل العملية مشحونة بالأحكام المبتدعة التي يخالف فيها مراجع النجف وكربلاء فقه العترة الطاهرة وعقائد العترة الطاهرة وفتاوى العترة الطاهرة وانما بدء وقوع الفتن من اهواء تتبع واحكام تبتدع يخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجال رجالا الى الحد الذي يصبحون حميرا يتولى فيها رجال رجالا عجلوا 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 بالوثيقة الديخية ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبة هي قال توصل اطمئنا تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي ليش تستعجل؟ وش داعي اقول له؟ تركب <applause> يعني خلاقه اغاني شنو؟ خلاقه اغاني شنو؟ يقول لك حركه فقوش بيخ <تصفيق تصفيق> على غير والناس عبارة كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما تركب فلان والله لا مو علم اجمالي هذا واقع أه هو هو واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه والله هذا واقع الشيعه هذه حقيقته حقيقة الشيعة هي هذه هكذا فعل بهم مراجع حوزة الطوسي ولا زالوا يصرون على هذا المنهج إلى هذه اللحظة وإنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجال رجالا بل يتحولون الى حمير الى حمير الى كائنات ديخيه لا تعرف يمينها من يسارها ألا إن الحق لو خلص لم يكن اختلاف ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة الحجة العقل ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجللان معا الباطل يجلل الحق يغطيه والحق يجلل الباطل الضغث في أصلها مجموعه قبضه من الحشيش والاعشاب ساضرب لكم مثالا هذه الخضره التي نعرفها بالبقدونس وهناك خضره اخرى نعرفها بالكزبره شكل الكزبره وشكل البقدونس متقاربان بدرجه ما فاذا اخذت باقه من البقدونس واخذت باقه من الكزبره ومزجتهما معا الناظر الى هذا المزيج اخذت باقه من البقدونس وباقه من الكزبره وصنعت منهما باقة واحدة بعد أن مزجتهما خلطت ما بين أوراق البقدونس وأوراق الكزبرة الناظر إلى الباقة الواحدة قد يرى في جانب مقدارا واضحا من البقدونس فيقول هذه باقه بقدونس ولكن الكزبره تختفي تحت اوراق البقدونس من هذه الجهه اذا ما قلبنا الباقه الى جهه اخرى فان الناظر اليها يرى اوراق الكزبره ظاهره الى الاعلى وفي الحقيقه تحتها اوراق البقدونس لكنه يرى اوراق الكزبره فيقول هذه باقه كزبره فهذا ضغث من البقدونس وضغث من الكزبره مزجنا ما بينهما فجللت الكزبره البقدونس وجلل البقدونس الكزبره بالضبط هكذا تجري الامور منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي حوزة النجف ونتاج النجف هو هذا السنة حينما ينظرون من جهة من الجهات إلى نتاج النجف يجدون النتاج سنيا والشيعه الذين ضحك عليهم من ان هذا النتاج نتاج علوي فينظرون الى جهه يعتقدون ان النتاج علوي لقد اختلط الحق مع الباطل وضاع الحق حينما جلله الباطل وضاع الباطل تحت الحق حينما جلله الحق هذا هو واقع حوزه النجف انا اخاطب الذين يعرفون ماذا جرى في السابق أو على الأقل ماذا يجري الآن؟ ماذا يجري في النجف منذ سنة 2003 ميلادي؟ أي ضلال يتحكم في النجف؟ وأي فكر ناصبي يسري في أروقتها؟ ألا إن الحق لو خلص لم يكن اختلاف ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجللان معا أحدهما يجلل الآخر يغطيه فهنالك ماذا يحدث؟ فهنالك يستولي الشيطان على اوليائه. فهنالك يستولي الشيطان على اوليائه. حينما يؤتى بعلم الرجال وهو باطل لماذا؟ لاجل تمييز احاديث اهل البيت لخدمه محمد وال محمد هذا حق وهذا باطل يمتزج الحق مع الباطل في كل جهه من جهات حوزه النجف يمتزج الحق مع الباطل ولذا يصعب التمييز وهذا هو افضل طريق للمشروع الابليسي من هنا العمائم العباسيه الابليسيه التي يلبسها مراجع النجف الشيعه يقولون عنها من انها عمائم محمد وال محمد هذه عمامه رسول الله ورسول الله بريء منها. هذه العمامه في شكلها في تصميمها عباسية وفي مضمونها ابليسية. هذه العمائم التي يلبسها مراجع النجف من المرجع الاعلى الى المرجع الاسفل. تصميمها شكلها عباسي مضمونها ابليسي. من هنا وصفت في الأحاديث بأنها عمائم إبليس فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى، هذا المصطلح الحسنى. هذا المصطلح في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم بحسب تأويلهم صلوات الله عليهم الحسنى ولايه علي. في زماننا فنحن في زمان الحجة ابن الحسن الحسنى ولايه الحجة ابن الحسن. التي هي ولاية علي صلوات الله عليهم حوزة النجف لا علاقة لها بولاية الحجة بن الحسن حوزة النجف ناقضة لولاية الحجة بن الحسن مثل ما وصف أكثر مراجع الشيعة إمام زماننا في رسالته إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة فماذا تقولون عن أيامنا هذه هكذا وصفهم صاحب الأمر وصف أكثر مراجع الشيعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى لازال امير المؤمنين مستمرا في خطبته اني سمعت رسول الله امير المؤمنين يقول اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول كيف انتم؟ كيف انتم؟ اذا لبستكم فتنه يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير هذه فتنه طويله المدى انها الفتنه زمان الغيبه الكبرى إنها فتنة الطوسي، إنها فتنة حوزة النجف. دققوا النظر معي، دققوا النظر معي. أمير المؤمنين يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير، يربو. يتربى يكبر وينمو ويزداد نماء يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير دققوا النظر معي ماذا يحدثنا امير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليهما والهما يجري الناس عليها على هذه الفتنه ويتخذونها سنه يجعلونها دينا سنه فاذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنه وقد اتى الناس منكرا حينما احدثكم بحديث اهل البيت عبر هذه القناه ماذا تقولون عني من انني عميل للمخابرات الاجنبيه ومن انني اريد ان اثير الفتنه في الوسط الشيعي لا اعبا بكلامكم لكن هذا الذي انتم تقولونه هو مصداق لهذا الذي يتحدث عنه امير المؤمنين نقلا عن رسول الله صلى الله عليهما والهما كيف انتم اذا لبستكم فتنه يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير يجري الناس عليها يجري الناس عليها يعملون بها يجري الناس عليها اي ان امرهم في حياتهم الدينيه والدنيويه يجري وفقا لتلك الفتنه التي اساسها كما بين امير المؤمنين اساسها اهواء تتبع واحكام تبتدع يخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجال رجالا يجري الناس عليها ويتخذونها سنه فاذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنه وقد اتى الناس منكرا حينما اقول لكم من ان فقه العتره وبالأدلة أثبتها لكم من أن فقه العترة يقول لكم إن الصلاة المفروضة باطلة من دون ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير وبنحو الوجوب القطعي تقولون عن هذا بدعة انتم انتم الشيعة انا لا ابالي بما تقولون انتم حمير عند المراجع ما قيمتكم؟ انتم حمير حمير ديخيون ما هم يقولون عنكم هذا عرضت لكم الوثيقه الديخيه مراجعكم هم الذين يصفونكم بهذه الاوصاف يا ايها الحمير الديخيون هذا هو واقعكم هذا هو الواقع الشيعي الذي اسسه لنا الطوسي في حوزته المشؤومه اللعينه اتحدث عن حوزه النجف وكربلاء ويستمر كلام الامير بنفس هذا الاتجاه لا يجد مجالا ان اقرا كل شيء عليكم انما اقتطعت ما اقتطعت من خطبته الشريفه كي اقرب الفكره التي احدثكم عنها نذهب إلى فاصل عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور, والنور الذي, الذي أنزلنا, انزلنا فقال يا ابا خالد, خالد. النور والله, والله الائمه من اهل محمد, محمد. صلوات, صلوات الله, الله عليه, عليه الى يوم القيامه وهم والله نور الله, الله الذي انزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الارض والله يا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم والله يا ابا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فاذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وامنه من فزع يوم القيامه الاكبر في الكهف الشريف ايضا في الجزء نفسه في الجزء الثامن من الطبعه نفسها انه الحديث الثاني والعشرون خطبه لامير المؤمنين ايضا خطبه اخرى هذه الخطبه تاتي مذكوره في الكهف الشريف بعد الخطبه التي قرات عليكم ما قرات منها قبل قليل اقرا بعضا من عبائرها وقد قراتها عليكم في الحلقات المتقدمه لكنها ترتبط بحديثنا الذي نحن بصدده الان امير المؤمنين هكذا يبدي اسفه فيقول ووا أسفا ووا أسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم اليوم في أيام حياته فالشيعة كانوا قليلين وكانت المودة طافحة بينهم كانوا قلة وواسفا أسفا أسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضاً الامير حين يقول بعدي فهو لا يتحدث عن زمان قريب بعده في زمان الائمه مثلا ربما يصدق هذا في بعض المقاطع لكننا اذا قرانا الخطبه الى اخرها فان الامير صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن اوضاع الشيعه هذه في زمن قريب من ظهور الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لان امير المؤمنين بعد ذلك يقول ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المده وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير القمر المنير يشير الى الحجة ابن الحسن ولعمري ان لو قد ذاب ما في ايديهم لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد قرب وعد الظهور وانقضت المده مده الغيبه وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير الى اخر ما جاء في خطبته الشريفه انا لا اريد ان اقف عند هذه الكلمات لكنني اقتطعتها لكم من خطبه الامير كي أبين لكم من أن سيد الأوصياء يتحدث هنا عن فتن في زمان الغيبة في وقت قريب من فترة الإرهاصات والعلامات فهذا النجم المذنب من العلامات التي ذكرت في الأحاديث والروايات والتي ستقع في زمان قريب من زمن ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أعود إلى ما قاله أمير المؤمنين متأسفا وواسفا وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم في زمانه في زمان الامير كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا لماذا 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 يستذل بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا لانهم رايات لانهم احزاب لانهم متشتتون الامام يقول المتشتته غدا عن الاصل الاصل هو الحجه بن الحسن مثلما قال رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين يا علي يا علي انت اصل الدين ومنار الايمان انت اصل الدين اصل ديننا هو الحجه ابن الحسن فماذا نفعل لمراجع حوزه الطوسي الذين جاؤونا باصول دين من النواصب من الاشاعره والمعتزله وقالوا لنا من أن أصول الدين خمسة كذابون سفلة يضحكون على الشيعة إن أصول الدين عندهم ثلاثة هي أصول الدين عند الأشاعرة النواصب أما العدل والإمامة فهما من أصول المذهب من فروع الدين ولذا فإن الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الدين، الذي ينكر المعاد يخرج من الدين، لماذا؟ لأن المعاد من أصول الدين، من أصول دين الأشاعرة، من أصول دين السقيفة، الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الدين، لماذا؟ لأن الإمامة ليست من أصول الدين. وانما هي من اصول المذهب يعني من فروع الدين يضحكون عليكم هؤلاء السفله السرسريه الذين يقال لهم ايات الله العظمى هؤلاء هم الذين شتتوا الشيعه عن الاصل هذا هو الذي اقوله لكم هذه الرايات نتاج النجف نتاج السفاهه نتاج اولئك المرجئه الذين كذبوا علينا وقالوا لنا من اننا نواب لصاحب الزمان منذ سنه 448 يكذبون علينا يقولون لنا نحن نواب لصاحب الزمان وهم نواب للشيطان هم عباد لاهوائهم مثل ما قال امير المؤمنين الاهواء تتبع والاحكام تبتدع وفي ذلك يوالي رجال رجالا يتخذونهم حميرا ديخي مثل ما يقول كمال الحيدري، والله هذا واقع الشيعة. هذا هو واقع الشيعة. ووا اسفا ووا اسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا المتشتته غدا عن الاصل؟ من الذي شتت الشيعه عن امامهم؟ هؤلاء السفله في النجف وكربلاء. قالوا لهم نحن نواب له وتوجهوا الينا، الشيعه توجهت اليهم وتركت الإمامة صلوات الله عليه وهم كذابون سفله، دجالون حقراء. لا هم بنواب ولا هم بقنادر هل من المنطقي ان الامام الحجه ينصب نوابا عنه لا يحسنون لغه البلاد التي يكونون فيها نوابا وحتى الذين من العرب هل من المنطقي ان صاحب الزمان ينصب نوابا عنه يكون بيانهم وحديثهم بائسا علماء الوهابيه وعلماء الازهر يفوقونهم مراتب ومراتب ادخلوا على قناة أزهري التي هي قناة الأزهر الفضائية وقارنوا بين المتحدثين فيها وبين المتحدثين في قناة السيستاني مثلا قناة كربلاء أو في قناة الأنوار التي هي قناة الشيرازيين قارنوا بين قنوات السيستانيين وقنوات الشيرازيين مع قنوات الازهريين والوهابيين ستجدون فارقا كبيرا في مستوى المعلومات وفي مستوى البيان فهل يعقل ان صاحب الزمان الذي يريد ان يثبت حقه للعالم اجمع ينصب نوابا اما انهم لا يحسنون لغه البلد الذي يعيشون فيه ويكونون نوابا فيه او انهم حتى لو كانوا عربا لا يصلون الى ربع مستوى علماء الوهابيه وعلماء الازهر الذين لا يقولون نحن نواب للصحابه مثلا هؤلاء نواب صاحب الزمان. هل هذا الكلام منطقي؟ اما ان صاحب الزمان لا وجود له وتلك اكذوبه كذبت علينا واما ان صاحب الزمان هو الاخر لا يحسن الكلام هو الاخر سفيه كهؤلاء السفهاء وهذا لا يمكن ان يكون الامام صلوات الله وسلامه عليه هو الامام لا احتاج للحديث عن كماله وعن عظمته اللهم اني اسالك من عظمتك باعظمها الامام هو اعظم العظمه الالهيه اذا بقي الاحتمال الثالث ذول السرسريه وسفلة وكذابين وهتلية لا هم علماء ويفتهمون ولا هم خطباء ويملكون البلاغة والبيان ولا هم نواب صاحب الزمان مجموعة شياب هتلية يضحكون على الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وإلى الآن المتشتته غدا عن الاصل هؤلاء هم الذين شتتوا الشيعه المتشتته غدا عن الاصل ابعدوهم عن امام زمانهم النازله بالفرع الامام يبدي اسفه على شيعته وليس على هؤلاء هؤلاء لن تكون عاقبتهم انهم من شيعه علي وال علي اذا ظهر الامام سيحاربونه وسيقتلون بسيفه المقتول بسيف الامام هل هو من شيعه الامام المتشتته غدا عن الاصل من الذي شتت الشيعه هؤلاء هم النازله بالفرع الشيعه تشتت عن الاصل تشتت عن امامهم واين نزلوا نزلوا بالفرع وبفرع كاذب انه يدعي انه نائب للاصل الشيعه من غبائها تركت الاصل وما بحثت عنه وتمسكت بهذا الفرع الكاذب النازله بالفرع المؤملة الفتح من غير جهته لأنه كذاب هذا الفرع الشيعة تتأمل الفتح والنصر والفوز من هذه الجهة لكنهم يتأملون من جهة باطلة بالضبط مثلما حدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ان اكثر مراجع التقليد عند الشيعه زمان الغيبه الكبرى يتعلمون بعضا من علومنا الصحيحه ثم يضيفون الى هذا الذي تعلموه اضعافه واضعاف اضعافه من الاكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على انه من علومنا فضلوا واضلوهم هذا هو الذي جرى عبر القرون الماضيه ولا زال يجري الى هذه اللحظه وهذا كلام الامير واضح وواضح جدا ووا اسفا ووا اسفا من فعلات شيعتي انا لا اقرا عليكم من كتب الوهابيين ولا احدثكم بالمنامات هذا هو الكافي الشريف وهذا كلام امير المؤمنين وهذا تاريخ الشيعه وهذا واقع الشيعه فاين الخلل الخلل في الكافي الخلل في حديث الامير صلوات الله عليه ام ان الخلل في الواقع الشيعي ووا أسفا ووا أسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعد بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا ما هي أوصافهم هؤلاء الشيعة الأمير يستمر في كلامه المتشتتة غدا عن الأصل الأصل هو الإمام تشتتوا عنه ابتعدوا عنه وحينما تتحدث قناه القمر عن معارف الامام يقولون عنها ماسونيه بينما هؤلاء المعممون الذين يمثلون المرجعيه في النجف يخرجون على الفضائيات او على المنابر يضرطون من افواههم يضرطون ضراط وهذا الضراط المرجعي تقول الشيعه عنه هذا فكر اهل البيت فكر اهل البيت الحقيقي الذي يطرح في هذه القناه يقال عنه فكر ماسوني وضراط مراجع النجف عبر الفضائيات الذي جاؤوا به من العيون الكدره القذره النهصبيه وضراط خطباء المنبر الذي جاؤوا به من مراجعهم الاغبياء السفهاء يقولون عنه هذا فكر اهل البيت المتشتته غدا عن الاصل النازله بالفرع نزلوا عند نواب الامام ولكنهم كذابون لذا ماذا يقول الامام المؤمله الفتح من غير جهته يستمر حديث الامير كل حزب منهم كل حزب منهم اخذ بغصن قال هذا صنمي هذا قائدي كل حزب منهم هذه هي الرايات قد تسالني كيف اقول عن مجموعه من انها رايه من الرايات هناك علامه وضعها لنا ائمتنا هناك اكثر من علامه لكنني ساخبركم عن علامه واحده يمكنكم من خلالها ان تقولوا هذه المجموعه هي رايه من الرايات المجموعه التي لها قائد يقودها يدعو إلى نفسه والمجموعة تدعو إلى قيادته أن يكون قائدا للناس هذه راية فكل مجموعة لها قائد القائد يدعو لنفسه ما هي ميزة اليماني الذي امتدحته أحاديث العترة انه يدعو الى صاحبكم لا يدعو الى نفسه هذه ميزه اليماني الخراساني لم يمتدح كما امتدح اليماني لماذا لان الخراسانيه يدعو الى نفسه ايضا هذا هو السبب في عدم امتداح الخراساني مثلما امتدح اليماني وهذا هو السبب الذي جاءت الاوامر من الائمه ان نكون مع اليماني ولم تاتي الاوامر من الائمه ان نكون مع الخراساني الخراساني رايته ممدوحه رايته مهتديه الكون مع هذه الرايه هو كون على خير لكن الائمه ما امرونا ان نلتزم بالخراساني مثلما امرونا ان نلتزم باليماني الفارق هنا فان اليماني دعوته الى صاحبكم دعوه خالصه مخلصه بينما الخراساني دعوته ليست بنفس الاخلاص والخلوص الذي عليه دعوه اليماني هذا هو الفارق اليماني يدعو الى صاحبكم لا يدعو الى نفسه اذا اردتم ان تعرفوا مجموعة هل هي من الرايات المشتبهه في واقعنا الشيعي فانظروا هل لها من قائد هل هذا القائد يدعو لنفسه اذا كان القائد يدعو لنفسه وجماعته تدعو بنفس دعوه قائدها لامامته وقيادته فهذه رايه ووا أسفا ووا أسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع يكذبون علينا من أنهم فروع عن صاحب الزمان لكن الإمامة بين الحقيقه المؤمله الفتح من غير جهته كل حزب منهم اخذ بغصن او اخذ بغصن اينما مال الغصن مال معه الغصون فروع كل حزب منهم اخذ بغصن اينما مال الغصن مال معه الى ان يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولعمري ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي اضعاف ما تاهت بنو اسرائيل وهذا هو الذي نحن فيه من الذي فعل بنا ذلك انهم المراجع المرجئه البتريه سيصرون على اضلالكم انا لا اقول لكم صدقوا كلامي اقول لكم دققوا بانفسكم لا شان لكم بي انا واسطه لنقل المعلومات اليكم سأنقل المعلومات وأقول لكم في أمان الله لا شأن لي بكم ولعمري ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي هذه بعدي هي بعدي التي ذكرت قبل قليل في الزمان نفسه مثلما قال كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا فهذه بعدي هنا هي بعدي هنا انه المقطع الزماني نفسه والذي يكون قريبا من زمان الظهور ولعمري الإمام أيضا يقسم مرة أخرى ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة قرب وعد الظهور وانقضت مدة الغيبة وبدا لكم أن ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير ولاح لكم القمر المنير هذه مرحله العلامات من خلال العلامات يلوح لنا القمر المنير لاح لكم القمر المنير التلويح يكون من بعد فحينما يخرج علينا أن نجمد الذنب من قبل المشرق فإننا في مرحلة العلامات والتي تبدأ واضحة في رجب العلامات حينما يخرج السفياني في سوريا واليماني في اليمن والخراساني في ايران وتبدأ العلامات تترى نظام كنظام الخرز كما يقول ائمتنا يتبع بعضه بعضا نظام كنظام الخرز ولاح لكم القمر المنير عن بعد من خلال العلامات ها نحن في المقطع الزماني نفسه الا تلاحظون ذلك هل اقوم بتحريف للروايات هل اقوم بعمليه لي لاعناق الروايات والله لا افعل هذا ولا اريد ان افعل هذا الروايات هي التي تاخذني وما خرجت عن قواعد الادب العربي وعن البلاغه العربيه في الفهم والاسترسال في حديثي هذه كتبنا الاصليه هذا هو الكافي هذا هو الكافي الشريف والشريف والشريف لو ابقى اقول عنه في وصفه الشريف والشريف حتى تنقطع انفاسي لما وفيت بجزء يسير من حقه هذا هو الكافي هذه احاديث الائمه هذا كلام محمد واهل محمد بل هذه زبده كلام محمد واهل محمد جمعها الكليني في الكافي اكثر من مئتي مصدر اكثر بكثير من مئتي مصدر جمعها الكليني من الكتب الاصليه التي الفت زمان الائمه اخذت من افواه الائمه بشكل مباشر وكتبت جمعها الكلين واستخلص لنا منها هذا الكتاب الكافي زبده احاديثهم الكافي يفوح بعطرهم في كل رواياته قطعا لا اتحدث عن كتاب معصوم انني اتحدث عن كتاب هو اقرب الى العصمه في مضامينه لو كان قد صدر بشكل مباشر من المعصوم لكان كتابا معصوما لكن ايدي الشيعه تداولته من هنا اذا ما لحق به خلل فان الخلل قد لحق به من الذين نقلوه من الذين حدثوا به من الذين نسخوه مني ومن امثالي عبر التاريخ اعتقد ان صوره باتت واضحة وواضحة جدا لكنني أذكركم بكلام الأمير وهو يقول ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل نذهب إلى فاصل عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل وعن ابي بصير عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضاره من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم فاذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل الشرق واهل الغرب نعم واهل القبله ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فاذا نادى فالنفر النفر فوالله لكاني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء اما انه لا يرد له رايه ابدا حتى يموت لازلت مع هذا الحديث الخطير ولترفعن اثنتا عشر رايه مشتبهه لا يدرى اي من اي مثلما قلت لكم الرايه هي المجموعه التي لها قائد لها شيخ زعيم يدعو الى نفسه يدعو الى قيادته فابحثوا في الواقع الشيعي قطعا البدايه ستكون من المراجع لان المراجع كل واحد منهم يدعي كذبا انه نائب صاحب الزمان لكنه لا يدعو الى صاحب الزمان مطلقا مطلقا الى ان يموت كل مرجعيه تدعو لنفسها فقط وكل مرجع يدعو الى نفسه فقط اما الميليشيات الأحزاب المنظمات الكيانات السياسية نحن نتحدث في جونا الشيعي الديني كل واحدة منها تنتمي إلى مرجعية رايتها التي ترفعها وقائدها الذي يكون على سبيل المثال عضوا في البرلمان العراقي هذا ما هو بإمام إمامه المرجع إلا إذا جعلوا لنفسهم كيانا خاصا بهم وصرحوا من أنهم لا علاقه لهم بالمرجعيه وهذا شيء لا وجود له في الواقع الشيعي الديني حزب الدعوه مثلا حزب الدعوه حزب قطبي رافض في حقيقته للمرجعيه والعمامه في واقعه الحقيقي لكنه يعلن انتماءه للمرجعيه بشكل واضح فهو حزب له مرجعيته الدينيه وسياسيا ينتمي للمرجعيه السيستانيه انتماءه الديني الى مرجعيه محمد حسين فضل الله هو ينتمي الى هذه المرجعيه اما انتماؤه السياسي في العراق فهو ينتمي الى المرجعيه السيستانيه لا يخرج عن اجواء المرجعيه دينيا وسياسيا فكل الاحزاب كل المجموعات كل التنظيمات كل الميليشيات حتى لو كان لهذا الحزب او تلك المنظمه او هذه الميليشيا او تلك المجموعه كان لها من قائد سياسي يتحدث باسمها هو في الحقيقه ظلال لامامه الذي هو المرجع الديني الذي يرتبط به صدقا كذبا بالنتيجه هذه هي الرايه هي رايات مشتبهه رايات مشتبهه يعني فيها الخداع وفيها التضليل وفيها الكذب واحدهم يغدر بالاخر واحدهم ينصب الكمائن للاخر واحدهم يؤسس المقالب للاخر واحدهم يسرق من الاخر واحدهم سيقتل الاخر ويفعلون ما يفعلون فيما بينهم انها رايات ضلال مشتبهه لكن مردها الى اين؟ مرد الجميع الى مراجع النجف وكربلاء فاصحاب الرايات هم المراجع هم المراجع القاده السياسيون لا يقدمون لاحزابهم عقيده دينيه ولا يصدرون لاحزابهم فتاوى دينيه ياخذون عقائدهم الدينيه وياخذون الفتاوى السياسيه من مراجعهم المراجع هم اصحاب الرايات وهم الذين يدعون لانفسهم هل رأيتم مرجعا في النجف او كربلاء لا يدعو لنفسه فقط كل المراجع كل واحد منهم يدعو لنفسه فقط اما صاحب الزمان فهذه قضيه منسيه بالكامل لا علاقه لهم بصاحب الزمان وهم يعلمون علم اليقين فيما بينهم وبين انفسهم لا علاقه لهم بصاحب الزمان ولا معرفه اساسا لهم بصاحب الزمان هذه الحقائق التي احدثكم عنها الان ما هي موجوده في كتبنا ومنذ زمان الائمه وهذه الكتب موجوده في مكتباتهم صدقوني يتابعون هذا البرنامج لاجل ان يعرفوا ماذا سيصنعون في حربهم لصاحب الزمان صدقوني هكذا انتم لا تصدقون كلامي ماذا اصنع لكم انهم يتابعون هذه البرامج كي يعرفوا كيف يخدعون الشيعه صدقوني هكذا يتابعون هذه البرامج لا اتحدث عن شخص واحد بعينه انا اتحدث عن الجميع اتحدث عن جميع المراجع اصحاب الرايات هذا الكلام اوجهه للذين يصدقون حديثي فقط صدقوني يتابعون هذه البرامج وبعنايه تامه لماذا؟ لانهم يجهلون هذه الحقائق ويسمعون بها لاول مره وهي موجوده في الكتب في مكتباتهم لانهم لا علم لهم بثقافه العطره مطلقا هؤلاء اناس ما هم بشيعه هؤلاء يصبغون انفسهم بصبغه شيعيه اما مضمونهم العقائدي مضمونهم الفتوائي مضمون مرجئي بتري طوسي شافعي اشعري معتزلي هذه هي الحقيقه التي تتجلى في كتبهم وفي دروسهم وفي اجوبتهم على اسئله الشيعه لكنهم استحمروا الشيعه استحمروا الشيعه تمام الاستحمار هذا هو الواقع الشيعي هؤلاء يتابعون هذه الحلقات وبدقه وبشغف لاجل ان يعرفوا ماذا سيتعلم الشيعه من قناه القمر حتى يخططوا لتضليلهم صدقوني 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 أنا لا أتحدث عن الجميع لكنني أتحدث عن أكثر من تسعين بالمئة منهم يفعلون هذا هذا الكلام لا أقوله تحليلا إنني أتحدث عن حقائق انني اتحدث عن دقائق انا لا اتحدث هكذا ظنا او هكذا احتمالا انا اتحدث عن معلومات دقيقه ماذا ساقول لكم اكثر من هذا هذه الرواية بحاجة أن, أن نقف عندها طويلا هذه الرواية تنطبق الآن على واقعنا لا أريد أن أقطع من أنها تنطبق على واقعنا بدرجة مئة بالمئة ولكنكم خذوا هذه المضامين وضعوها على أرض الواقع في أجوائنا الشيعية بشرط أن تفقه مضمونها سأقف عند هذه النقطة أليس تستبان الأشياء من أضدادها؟ ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه هذا هو الذي ينجو فتعالوا كي نقف عند مواصفات هذا الناجي السفينة تتكفأ بين أمواج البحر وها هم يتساقطون من السفينة غرقا الذين سيمكثون في السفينة ناجين هم هؤلاء لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه هذه مواصفات أضداد الرايات المشتبهة انتبهوا إلى دقة كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أولا ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر هناك غارقون وهناك ناجون لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه هذا اولا وكتب الايمان في قلبه هذا ثانيا وأيده بروح منه هذا ثالثا هؤلاء الناجون المهتدون ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى اي من اي يعني ان اصحاب الرايات هذه لا أخذ الله ميثاقه ولا كتب الإيمان في قلوبهم ولا أيدهم بروح منه ما هو هذا الواضح في الرواية الإمام الصادق حدثنا عن أن الواقع الشيعي سيتكفأ يمينا وشمالا مثل ما جاء الوصف من اننا سنساط سوط القدر حتى يعود اعلانا اسفلنا وحتى يعود اسفلنا اعلانا هذا هو سوط القدر الذي سيجري علينا سنساط سوط القدر حتى يعود أعلانا أسفلنا وحتى يعود أسفلنا أعلانا تتكفأ السفينة يتكفأ واقعنا الشيعي في الفتن العميقة والشديدة الناجون منهم هذه أوصافهم لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه أولا وكتب الإيمان في قلبه ثانيا وأيده بروح منه ثالثا أضدادهم من ولترفعن ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي أصحاب الرايات المشتبهه من القاده والاتباع هم كلهم خليون من هذه الاوصاف فلا اخذ الله ميثاقهم ولا كتب الايمان في قلوبهم ولا ايدهم بروح منه تستبان الاشياء باضدادها اريد ان احدثكم عن مواصفات الناجي وبعد ذلك اعود الى الغارقين الى الهالكين الى الرايات المشتبه من اخذ الله ميثاقه الميثاق الاهم في ديننا ميثاق الغدير هل يحتاج هذا الى دليل لقد حدثتكم كثيرا عن هذا الموضوع وسأعود بكم إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو الميثاق الاعظم اي ميثاق اعظم من ميثاق اذا لم يؤخذ من الانسان فان الدين بكل تفاصيله بتوحيده بنبوته بقرانه بمعارفه باحكامه بكل تفاصيله لا يعد بشيء وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين هذا هو الميثاق الذي اذا لم يكون الانسان وفيا له سيكون كافرا بفتوى من الله وليس من المرجع ان الله لا يهدي القوم الكافرين مراجعكم المرجئه هكذا يقولون ان الذي ينكر بيعة الغدير لا يخرج من الدين وإنما يخرج من المذهب لأن بيعة الغدير من الفروع وليست هي بحسب القرآن بحسب القرآن هي أصل الأصول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وأول الرسالة التوحيد التوحيد يتلاشى امام بيعه الغدير هذا قران هذا قران له مجال للنقاش فيه والايه واضحه صريحه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي قوم الكافرين مراجع النجاة من السيستاني إلى البقيه والذين ماتوا والذين سيأتون هكذا يصدرون الفتاوى من أن إنكار بيعة الغدير لا يخرج من الدين الله يقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين فهل هؤلاء يمثلون صاحب الزمان وهم يكفرون بالقران هؤلاء كفروا بالقران هل هؤلاء نواب لصاحب الزمان هؤلاء هذا حكمهم ان الله لا يهدي القوم الكافرين الميثاق الأعظم في حياتنا الدينية والدنيوية أتحدث عنا نحن الذين نقول إننا شيعة لعلي وآل علي الميثاق الأعظم بيعة الغدير وبيعة الغدير بيعتان غدير علوي وغدير مهدوي هذه بيعه الغدير وصاحب الغدير المهدوي هو الذي يتحدث عن اكثر مراجع الشيعة ونبذ العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون ففسروا القران خلافا لمواثيق بيعه الغدير واستنبطوا العقائد خلافا لمواثيق بيعه الغدير واستنبطوا الفتاوى والاحكام خلافا لمواثيق بيعه الغدير واسسوا حوزه الضلال في النجف خلافا لمواثيق بيعه الغدير وبلغوا الدين على المنابر وعبر الخطباء وعبر المدارس وعبر الفضائيات ووسائل الاعلام خلافا لمواثيق بيعه الغدير هل هؤلاء شيعه ماذا تقولون انتم لا شان لنا بهم الروايه تحدثنا عن الناجين لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه. أخذ الله ميثاقه. لابد أن يكون قد وفى بهذا الميثاق وإلا كيف يأخذ الله ميثاقه؟ لابد أن يكون عارفا ببيعة الغدير. أنتم أنتم الشيعة لا تعرفون بيعة الغدير. بايعتم وأنتم لا تعرفون على ماذا بايعتم ولذا تحاربون قناه القمر وهي تلتزم بمواثيق بيعه الغدير حينما تفسر القران لكم بحسب تفسير علي وال علي تحاربونها وتطبلون للوائلي ولبقيه خطباء المرجعيه الذين ينقضون بيعه الغدير في كل حرف يقولونه لانهم يفسرون القران لكم وفقا للمنهج العمري هم ناقضون لبيعه الغدير تطبلون لهؤلاء وتحاربون هذه القناه فانتم حمير بايعتم ولا تعرفون على ماذا بايعتم ما هو الميثاق الذي وقعتم عليه في بيعه الغدير قناه القمر تعرض لكم العقائد الاصيله على ان الدين له اصل واحد تقولون هذه بدعه وهذه هي مواثيق بيعه الغدير وتأخذون العقائد من نواصب النجف من سفهاء النجف على أن أصول الدين خمسة وهم لا يقصدونها بالتمام والكمال فأصول الدين عندهم ثلاثة كأصول الأشاعرة النواصب وما بقي من الأصول الخمسة فهي من أصول المذهب من فروع الدين وتقولون هذا هو الحق وانتم تنقضون بيعه الغدير انتم يا اصحاب الحسينيات ويا اصحاب المواكب ترفعون صور اشخاص ناقضين لبيعه الغدير وتاتون بخطباء وشعراء ورواديد ناقضين لبيعه الغدير وتبذلون جهودا وتنفقون اموالا لجموع من الناس كي تعلموهم نقض بيعه الغدير في حسينياتكم ومواكبكم هذا هو الذي يجري على ارض الواقع لا تصدقوا كلامي ولكن اذهبوا وابحثوا وتاكدوا انا لا اطالبكم ان تتبعوني ان تتخذوني اماما أن تتخذوني قائدا أنا لا أريد أن ألعب هذه اللعبة أعرف قذارتها وأعرف أضرارها في الدنيا والآخرة أنا أضع الحقائق بين أيديكم أنتم احترموا عقولكم لا ينجو إلا من اخذ الله ميثاقه لا بد ان يكون عارفا ببيعه الغدير تريدون ان تعرفوا بيعه الغدير عودوا الى مجموعه حلقات اعرف امامك كي تعرفوا العقيده السليمه وفقا لمنهج قرانهم المفسر بتفسيرهم ومنهج حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط فقط مع براءة فكرية مطلقة من قذارات مراجع حوزة الطوسي حوزة الضلال وحوزة الجهالة والسفاهة أقولها بكل صراحة وبكل جرأة إنها حوزة الضلال والسفاهة لا يفقهون شيئا من معارف محمد وال محمد بحسب ما يريدون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ما يحدثونكم عنه من انه من معارف محمد وال محمد هذا كذب هذه ضلالاتهم وسفاهاتهم وجهالاتهم وقذاراتهم واوساخهم من علم رجالهم وعلم اصولهم وعلم كلامهم ومن كتب تفسيرهم ومن سائر بدعهم وارائهم الخرقاء نذهب الى فاصل عن الحسين بن المختار عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اذا هدم حائط مسجد الكوفه مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبنيه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة عن بدر ابن الخليل الأزدي قال قال إمامنا, إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان آيتان, آيتان تكونان قبل, قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام, آدم السلام إلى الأرض تنكسف, تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في اخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في اخر الشهر والقمر في النصف فقال ابو جعفر الباخر صلوات الله عليه إني لأعلم بما تقول ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام ولتكفأن كما تكفأ السفينة في امواج البحر لا ينجو الا من اخذ الله ميثاقه مضمون بيعة الغدير بشكل واضح ان نأخذ التفسير تفسير القرآن وان نأخذ الدين وان ناخذ العقيده من علي وال علي فقط انها بيعه الغدير المهدوي كما في الرساله التي بعث بها الى الشيعه طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا وقد اقامني الله وانا الحجة بن الحسن الغدير العلوي هو هو الغدير المهدوي طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا وقد اقامني الله وانا الحجة بن الحسن لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وماذا بعد وكتب الإيمان في قلبه الإيمان ولاية علي ولا شيء وراء ذلك الإيمان في ثقافة العترة ولاية علي بصريح كلماتهم بصريح عبائرهم وكتب الإيمان في قلبه إذا ما كتب الإيمان في قلب فلن ولن ولن تزول تلك الكتابه اذا ما كتب الايمان في قلوبنا هذا يعني اننا قد وفقنا ان نفوز بضمان بضمان الايمان اما القلوب التي تحب عليا وال علي وما كتب حب علي وال علي فيها هذه القلوب بين بين هذا هو الايمان المستودع ربما يبقى وربما يزول القلوب التي ايمانها سيبقى ثابتا لن يتزحزح هي القلوب التي يكتب الامام الايمان فيها. لا ينجو الا من اخذ الله ميثاقه وكتب الايمان في قلبه الذي ياخذ الميثاق مني ومن غيري هو امامي والذي يكتب الايمان في قلبي وفي قلب غيري هو امامي. هو الحجة بن الحسن هو وجه الله ما هكذا نخاطبه اين وجه الله الذي اليه اليه يتوجه الاولياء في دعاء الندبه الشريف وفي الزياره الجامعه الكبيره من اراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه اليكم لا ينجو الا من اخذ الله ميثاقه وكتب الايمان في قلبه وايده ايده بروح منه القران يحدثنا عن هذا المضمون في سوره المجادله وهناك من يقراها المجادله في سورة المجادلة أو المجادلة في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة وهي آخر آية في السورة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هؤلاء هم الناجون لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه انهم اصحاب البراءة الفكرية والعاطفية والعملية والقولية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله المواده هي اكثر من العاطفه انها البراءه الفكريه اولا وبعد ذلك تاتي البراءه العاطفيه العمليه القوليه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم هؤلاء الذين يطهرون انفسهم التزاما بالمواثيق فميثاق بيعه الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله ميثاق بيعه الغدير هذا علي يفهمكم بعدي هكذا بايعنا رسول الله هذا علي يفهمكم بعدي لا تاخذوا التفسير الا من علي وال علي هذه مواثيق بيعه الغدير تعرفونها او لا؟ ام انكم بايعتم بيعه الحمير من دون ان تعرفوا مضامينها بيعه الغدير هل بايعتم بيع شيعي حكيم خبير ام بايعتم بيع اتباع المراجع الحمير كيف بايعتم؟ ما هم اتباع المراجع هم حمير رجاء 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 اعيدوا بث الوثيقة الديخية ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي أدل... على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه الي قال توصل إيه؟ اطمئنا تركبهم يعني ايش آه يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنوات

لا مو علم اجمالي هذا الواقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه فهل بايعتم بيعه شيعي حكيم خبير ام بايعتم بيعه اتباع المراجع من الديخيين الحمير هذه مضامين بيعه الغدير تعرفونها او لا تعرفونها او انكم تعرفونها وبعد ذلك نقضتموها. اقول لكم انكم بايعتم بيعه اتباع المراجع الديخيين الحمير ولا تعرفون مواثيق بيعه الغدير. ولكنكم تنقضونها باتباعكم لمراجع حوزه النجف في كل شيء في العقائد في التفسير في الفتاوى انهم ينقضون بيعه الغدير في كل حرف من حروفهم كتبوه او نطقوا به لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ماذا قالت الروايه؟ ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه من هم هؤلاء اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون هؤلاء الذين ينجون هم حزب الله المفلحون إذا هذه الرايات حزب من؟ إنهم حزب الشيطان الذي يناقض حزب الله هو حزب الشيطان من هنا أقول لكم هؤلاء المراجع ما هم نواب لصاحب الزمان هم نواب للشيطان وهذه الرايات راياتهم من هو صاحب الرايه الذي يدعو لنفسه هل تعرفون مرجعا في التاريخ او في ايامنا هذه او تتوقعون ان مرجعا في قادم الايام لا يدعو الى نفسه هذا هو صاحب الرايه انه طاغوت يدعو الى نفسه يريد ان يعبد من دون الامام يريد أن يطاع من دون الحجة ابن الحسن السورة نفسها حدثتنا عن حزب الشيطان انها سورة المجادلة أو المجادلة كما يريد البعض أن يقولها في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من السورة: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون إلى أن تستمر الايات حتى نصل الى الايه التاسعه بعد العاشره بعد البسمله وما بعدها استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون الى اخر ما جاء من الايات اذن عندنا حزبان حزب الله المفلحون وحزب الشيطان الخاسرون نذهب الى فاصل عن ابي حمزه الثمالي قال قلت لابي عبد الله الصادق صلوات الله عليه ان ابا جعفر عليه السلام كان يقول ان خروج السفياني من الامر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في علي وشيعته ثم ينادي ابليس لعنه الله في اخر النهار الا ان الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون مثلما قلت لكم عندنا حزب الله المفلحون وعندنا حزب الشيطان الخاسرون المفلحون الذين هم حزب الله مر الكلام عنهم قبل قليل الخاسرون الذين هم حزب الشيطان هذه الآيات تتحدث عنهم مثلما قلت لكم الايه الرابعه بعد العاشره بعد البسمله من سوره المجادله الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الآية التي بعدها أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون إلى أن نصل إلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ماذا حدثنا أئمتنا في هذه الأجواء وماذا عندنا في روايات واحاديث محمد وال محمد صلوات الله عليهم هذا هو تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلمي بيروت لبنان صفحه 692 واثنين وتسعين الايه التي تلوتها عليكم الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم نزلت في الثاني بحسب روايات اهل البيت نزلت في الثاني انه عمر الثاني هو عمر نزلت في الثاني لانه مر به رسول الله وهو جالس عمر جالس عند رجل من اليهود ويكتب خبر رسول الله عمر يكتب ما يقوله ذلك اليهودي من حديث اليهود عن رسول الله من الاحاديث التي عندهم تخبر عن بعثه النبي نزلت في الثاني لانه مر به رسول الله وهو جالس عند رجل من اليهود ويكتب خبر رسول الله فانزل الله جل ثناؤه الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم كان يتولاهم وياخذ الفكره منهم من هنا حينما بينت لكم ما جاء في وصف المفلحين في وصف حزب الله من ان البراءه التي تتحدث الايه عنها في الدرجه الاولى هي البراءه الفكريه لان حزب الشيطان هم الذين يفتقرون الى البراءه الفكريه ما هي هذه ايات القران وهذا تاويلهم وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم محمد وال محمد على هذا بايعنا في بيعه الغدير هل تقولون بعد هذا من ان قناه القمر ماسونيه كما يشيع محمد رضا السيستاني واتباعه كما يشيع حزب الدعوه واتباعه هل تقولون بعد هذا على اساس ان السيستانيين يعتقدون بعقيدة العترة وفقا لمواثيق بيعة الغدير ما هم أكبر الناقضين لها وعلى أساس أن حزب الدعوة عقائدهم قد أخذت من لباب ثقافة العثرة الطاهرة قطبيون إلى نخاع عظامهم هذا هو الذي تشاهدونه على شاشة قناة القمر الفضائية تطبيق عملي وعلمي لمواثيق بيعة الغدير فهذه الآية ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم نزلت في الثاني لأنه مر به رسول الله وهو جالس عند رجل من اليهود ويكتب خبر رسول الله فأنزل الله جل ثناؤه الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم فجاء الى النبي جاء عمر الى النبي فقال له النبي رأيتك تكتب عن اليهود وقد نهى الله عن ذلك. انها البراءة الفكرية. فقال يا رسول الله كتبت عنه ما في التوراة من صفتك، ما هو هذا الذي يفعله مراجع النجا؟ وهذا الذي يفعله خطباء النجا؟ وهذا الذي يفعله عامه الشيعه على الانترنت يعبؤون بحديث النواصب دفاعا عن المذهب عن اي مذهب لا يوجد عندنا مذهب عندنا دين اذا كنتم تعتقدون من ان دين محمد وال محمد مذهب من المذاهب فانتم كافرون خارجون من الدين بصريح الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة فقال يا رسول الله كتبت عنه عن هذا اليهودي ما في التوراة من صفتك وأقبل يقرأ ذلك على رسول الله وهو غضبان رسول الله غضبان وهذا يقرا عليه ما كتبه عن اليهود فقال له رجل من الانصار قال لعمر وينك اما ترى غضب النبي عليك فقال اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله اني انما كتبت ذلك لما وجدت فيه من خبرك فقال له رسول الله يا فلان يا عمر قطعا رسول الله ما قال له يا فلان قال له يا عمر هذا التبديل في الالفاظ من الرواه او من النساخ او من المحرفين تفسير القمي تعرض لتحريف واسع من مثل هذه التحريفات فقال له رسول الله يا فلان يا عمر يا عمر لو ان موسى لو ان موسى ابن عمران فيهم قائما ثم اتيته انت رغبه عما جئت به أنا لكنت كافرا بما جئت به هذه هي البراءة الفكرية التي أحدثكم عنها دائما وهذا هو الذي تفتقر إليه حوزة النجف ومراجع حوزة الطوسي بدرجة مئة بالمئة يا فلان يا عمر لو ان موسى ابن عمران فيهم قائما الان في زمان رسول الله ثم اتيته رغبه عما جئت به هل الذي جئت به فيه نقص حتى تحتاج الى كلامهم من هنا دائما اصر على ان الدين يؤخذ فقط من قرانهم المفسر بتفسيرهم فقط ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط هذا هو منهج قناة القمر الفضائية، وهذا هو المنهج القمي الزهرائي، هذه هي المقالة القمية الزهرائية التي حدثتكم عنها سابقا، وأحدثكم عنها الآن، ولا علاقة لهذا بموقف سياسي أو بجغرافيا لبلد معين أو لقومية معينة. إنه فكرُ محمد وال محمد الاصيل انتهى الوقت وما انتهى الحديث نلتقي غدا ان شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا هذه الحلقات خطيره خطيره جدا اتمنى ان تنتفعوا منها وان تتابعوا الاعاده وان تتدبروا فيها وان تناقشوا مطالبها فيما بينكم انني اوجه خطابي الى ابنائي وبناتي من الجامعيين ومن المثقفين من شباب شيعه الحجه ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه صدقوني عيون الإمام إليكم إلى شباب الشيعة لأن أصحاب العمائم أعداء الحجة ابن الحسن الإمام قد غسل يده من هؤلاء عيون قائم آل محمد إليكم إليكم أنتم أبنائي من الشباب الجامعيين من الشباب الذين ينتظرون إمام زمانهم امامنا الصادق هو الذي قال لنا نحن الذين نبلغ الدين اين انتم عن الاحداث انهم شباب الشيعه فان قلوب الاحداث الى حديثنا اميل قلوبكم الى حديث امامكم اميل ليس كتلك القلوب المنكوسه في مكاتب المرجعيه وفي أجواء الحوزة إنهم مرجئة النجف وكربلاء على أي حال نلتقي غدا نلتقي غدا ونحن براء من عقائد المرجئة والبتريين نلتقي غدا على مودة القيمة والقائم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله